وراك برضه انت خسرت احنا وراك احمد. طبعا تتكلم في جمهور طبعا. لا احنا يعني عشنا الموقف دي كتير، عشنا الموقف دي كتير. يعني احنا خسرنا برضه مره برضه 4-0 من فرقه اسمها رينجرز نيجيريا، ونفس الكلام برضه الجمهور كان مقفل الاستاد، كان 100,000 في الاستاد، تعادلنا 0-0 وقعدوا بعض وضيعنا جوان كتير جدا بعد الماتش، قعدوا يحيونا قعدوا يسقفوا لنا، ده طبيعي جدا بالزبط. خلاص اللي متعود منك على حاجه معينه انت مشيته بقالك تتكلم من 2001 دلوقتي ل 2019 18 سنه بتحصد كل البطولات وبتاخد كل البطولات وعودته على القصه دي، فخلاص هو بقى بالنسبه له انا خلاص انا اتعودت على كده منك. تخيل وتلاقي حد طالع يقول لك يا ابو خمسه، تخيل. لا ما انا مش انا مش عايز اتكلم، انا على الخمسه لو على الخمسه لو على الخمسه في خمسات كتير، فمش على الخمسه مش هسيبك كده لازم اطلع منك بقى، على الخمسه في خمسات كتير يعني انا هنا خمس خمسات كتير وستات اه كتير، فيعني برضه خلي بالك. بص انا مش يعني مش هسيبك مكشر كده. بص انت تعرف ان النادي الاهلي تقيل ولا لا؟ اما بيقع السكاكين بتكتر، تعرف ان النادي الاهلي ده تقيل. لو النادي الاهلي ده مش اي حد ناجح كده، بس اي حد ناجح لو انت مش فارق مع حد كتير او مش تعب حد كتير في دماغه او في حياته عادي. هتلاقي الموضوع بالنسبه له عادي، تقع ما تقعش خلاص، لكن انت يعني وصلت الناس لمرحله ان خلاص بقى في هزيمتك بالنسبه لهم فرحه، بس فرحه هزيمتك بالنسبه لهم فرحة. حتى لو انت اتغلبت، حتى لو يعني فرقته اتغلبت مش فارقه، انا بتكلم في العموم عشان ما حدش يزعل، ما هو فيش حاجه بتفرحني حتى غير لو لما انت حتى لو فرقته اتغلبت هو مش فارقه. واهم حاجه عنده انا اشوف النادي الاهلي ده، يعني انا في ناس بتقابلني بس انا اصغر مني شويه، يا كابتن انتوا تعبتونا، انتوا الجيل بتاعكم تعبنا، انا بكرهك جدا، بيقول لي كده في وشي، يقول لي انا بحبك بس انا بكرهك جدا، انت كنت تعبنا بجد، انت الجيل بتاعكم تعبنا. فاحنا فعلا وصلنا ناس لمرحله ان بقى في غل من النادي الاهلي رهيب رهيب، فده طبيعي جدا. في ناس عندها 15 سنه دلوقتي ما شافوش بطولات، فالطبيعي جدا ان انت ايه، ان انت خلاص انت وقعت في ماتش ما افضلش واقع بقى، لا اقوم تاني وبين للناس لان انا بطل ومش هيفرق معايا الماتش ده، حتى لو خسرت البطوله، انت برضه خسرت البطوله دي، انت برضه اكتر نادي واخد البطوله في افريقيا 8 مرات ماشي، المنافس بتاعك اقرب واحد ليك 6 أو 5، مفيش حد ومش حد عارف يقرب لك، بقالنا بنتكلم مش حد عارف يروح دوري الابطال اصلا. ايوه بقالنا، لا بقالنا بالظبط، انا ساكت، بقالنا بالظبط 12 سنه او بقالنا بالظبط 15 سنه محدش عارف يقرب للرقم بتاعك. مش عايز اتكلم بصراحه، انت اكتر نادي واخد دوري، واخد 40 دوري اتكلم السوبر، لا كتير 40 كتير. دوري واقرب منافسيك 12 باين 12 واحنا مدينهم دوري في انبي، يبقى يعني 11 ودوري انت اللي اديت الدوري. مش هتكلم يعني 28 سنه دوري يا جماعه رجاله والله.